المتعلقة بقضية أساسية وهامة هي قضية الساعة في كل وقت، قضية الوحدة الوطنية. بالنسبة لنا سواء في السابق منذ الخمسينات والستينات وما بعدها وحتى اليوم، قضية الوحدة الوطنية شعار أساسي ليس في الكتابات التي صدرت عن جبهة التحرير سابقا أو عن المنبر التقدمي لاحقا، ولكن أيضا ترجمة في الأفعال في مقاومة الاستعمار البريطاني. بلا وحدة وطنية لم يكن لتتحقق أهداف شعبنا في الانتقال إلى الدولة المستقلة، أيضا لم يتحقق ذلك بدون وحدة وطنية. هذه الوحدة الوطنية من جهة أخرى أمانة بيد كل مواطن، بيد كل تنظيم سياسي، بيد كل جمعية، علينا أن نحرص عليها في هذا الظرف بالذات التي يعاني فيها المجتمع، ليس البحريني فحسب بل والعربي عموما، من صدع للأسف حقق على أساس طائفي. محاضرنا اليوم كان افترض أن يكونوا 4، الأستاذ يوسف زينة اللي اعتذر لانشغال طارئ، والأستاذ السيادي أيضا اعتذر لوعكة صحية. زميلانا اليوم الأستاذ محمد الحوسني هو صاحب مجلس الحوسني وممثل عن المجالس بالمحافظة الجنوبية، ابتدأ حياته في التعليم ثم انتقل للعسكرية وتقاعد مبكرا للتفرغ لأعماله الحرة، حاليا مدير عام مجموعة المشاريع الجذابة وعضو مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية. له عدة مساهمات ومشاركات إعلامية عن دور المجالس الأهلية وأثرها في تعزيز اللحمة الوطنية. وبعد مجلسه من المجالس ويعد مجلسه من المجالس النموذجية التي تعزز اللحمة الوطنية لتنوع رواده من كل مدن وقرى البحرين بتنوع مذاهبهم واتجاهاتهم الفكرية. محاضرنا الثاني معروف لديكم جيدا وبمساهمته القيمة في هذه القاعة سلفا، الأستاذ إبراهيم المناعي، سواء بكتاباته أو بأحاديثه وبورقته سيقدم نفسه من جديد بنفسه أمامكم. أتيح المجال للدكتور محمد للحديث. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية المنبر التقدمي لإقامة هذا الملتقى المجالس الأهلية والوحدة الوطنية. فالجمعيات السياسية والمجالس الأهلية هي ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله. واليوم نتكلم عن المجالس واللحمة الوطنية. فالمجالس اليوم تميزت بنقلة نوعية كرست التوجه الديمقراطي للحياة الاجتماعية في البحرين والحياة السياسية والدينية والاقتصادية والأدبية والثقافية والاجتماعية والترويحية أيضا. يعني خل أبدأ معكم الحديث بمكونات الملتقى نفسه، والملتقى يتحدث عن المجالس الأهلية واللحمة الوطنية. حقيقة يعني الموضوع شيق مما يعني
جعلني أن أوافق بالمشاركة في هذا الملتقى دون تردد بسبب يعني نقول امتياز الموضوع باللحمة والمجالس. الحمد لله يعني نحن أصحاب أيضا مجالس أهلية ولنا مشاركات في هذا الجانب، وقد يكون هذا اليوم أيضا مكمل إلى ما بدأنا به. فعندما نتحدث عن مكونات الملتقى اليوم أو موضوع الملتقى اليوم، نتحدث عن المجالس الأهلية واللحمة الوطنية. فإذا يعني جئنا بسرد مبسط للمجالس بشكل عام، فنجد بأن المجالس عبارة عن سنة، يعني نقول سنة عادتها الأجداد، فهي موروث. المجالس بشكل عام موروث، يعني ما ممكن نتحدث عن المجالس أنها هي وليدة اليوم، ولكنها توارثت جيل بعد جيل، وهي امتداد لمجالس الماضي. يمكن نقول المجالس الماضي تغيرت عن مجالس اليوم لحسب الظروف. فنبدأ بمجالس الماضي، كان أيام يعني ما بنرجع إلى الأزمنة القديمة، فخلنا على الأقل في الأزمنة القوس وما بعد النفط. ففي أزمنة القوس كانت بشكل عام المجالس تقتصر على مجالس النواخذة، وتختص دائما بأمور الاقتصادية، يتناقشون فيها اللي هو الطواويش والأمور اللؤلؤ والتجارة وأمور البحارة، كانت همهم أيضا أمور البحارة بشكل خاص. كان هناك أيضا مجالس العائلات. مجالس العائلات هي امتداد قديم، يعني نقول عنه موروث قديم، وكل حي وكل عائلة لها مجلس. وهذه المجالس العائلات عادة يعني تختص بالجوانب الاجتماعية، وتختص أيضا بالجوانب الخيرية، وتجدها في شهر رمضان وفي المناسبات الدينية أيا كانت لها تواجد ولها حضور. أيضا من المجالس هناك المجالس العائلات، في لها أيضا يعني مجالس اشتقت منها مجالس دينية ومجالس اجتماعية، ولكنها كلها تحت كانت تنصب تحت مسمى مجالس العائلات. أيضا كان هناك أيضا الدور كانت أيضا تعتبر من المجالس، ولكنها تهتم بفئة معينة هم أهل الفن والطرب. كان أيام القوس كان هذا أيضا موجود. لما ننتقل من بعد حزمة أو هذه الحزمة الزمنية وننتقل لبعد ما بعد النفط، بدأت الأمور تتغير، والتوجه أصبح يأخذ مجرى ثاني، والناس أخذت إلى الجانب الاقتصادي بدل الجانب العمل في البحر. يعني انحسرت شيئا فشيئا مجالس النواخذة أيضا بالنسبة إلى الدور، وبقت المجالس مجالس العائلات. مجالس العائلات بقت لأنها يعني اجتماعية دينية وخيرية، فهي باقية، وإن شاء الله حسب ما هو موجود من معطيات لنا هي يعني راح تتواجد إن شاء الله لأزمنة كثيرة إن شاء الله وعلى طول إن شاء الله. فبعد حقبة الزمنية اللي كانت تتمثل في النفط، جاء وبدأت في المجالس تأخذ جانب ثاني، وظهرت أيضا هناك الأندية الثقافية. الأندية الثقافية كانت فعلا تهتم بالجانب الثقافي، وأيضا هي جانب من جوانب المجالس، لأن كانت الناس تجتمع في هذه الأندية من أجل الثقافة. يمكن في هذه الحقبة من الزمن وجدنا يعني أبائنا وقراء محبين إلى القراءة، فكانوا يعني محبين للقراءة والاطلاع في هذه الحقبة الزمنية. بعدها انتقلت من الجوانب الثقافية شيئا فشيئا، أصبحت الأندية أندية رياضية تهتم بالجانب الرياضي أكثر من ما هو الجانب الاجتماعي. والأندية الرياضية أيضا تعتبر مجالس، ولكن مجالسهم يتحدثون عن أمور رياضية، ولكن ولا يتحدثون عن الأمور العامة اللي احنا اليوم نتكلم عنها، وإن كانت هي تحقق يعني الأندية والثقافية والمجالس بشكل عام كانت تحقق اللحمة الوطنية، لأنها أيضا من جميع الأطياف وغيرها. بعد ذلك جينا في الزمن المجالس بدأت تتنوع وتتغير، وفي العهد الإصلاحي لجلالة الملك ظهرت
الجمعيات السياسية وظهرت المجالس، والجمعيات السياسية أيضا عبارة عن مجالس، فمن المجالس فيها ويأتيها أيضا، ولكن يأتيها روادها من كل مكان، وهناك أيضا لحمة وطنية بين فئة، ولكن يعني تختص بفكر معين أو توجه معين. كل جمعية سياسية لها فكر وتوجه معين، يعني ما ممكن احنا نعمم على الجميع، ولكن تعتبر ايضا هي مجلس من المجالس. جاءت ايضا المجالس الأهلية بعد الميثاق العمل الوطني، وبرزت هذه المجالس بصورة واضحة في حقبة الأول في من 2002 وطالع، واليوم في 2016 نجد بأن العدد المجالس تضاعف الكثير الكثير، وأصبح في كل منطقة يعني، أو أصبح الشخص ممكن أنه هو كل يوم عنده جدول يقدر يزور فيه 3-4 مجالس يعني في يوم واحد على طول الأسبوع. وهذه يعني كلها تعتبر عن امتداد، وهو يعني الظهور هذا الطيب لهذه المجالس هو نتيجة لهذا المشروع الإصلاحي، وأيضا تعدد الجمعيات السياسية. أما المجالس اليوم، فإذا تكلمنا عن المجالس اليوم في العهد الإصلاحي أصبحت أعم وأشمل في التعاطي والطرح مع الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية التي تشهدها الساحة المحلية والخليجية والإقليمية والدولية. ولم يقتصر رواد هذه المجالس اليوم ما يقتصر على أبناء المنطقة الواحدة. يمكن إذا شفنا في أيام الحقبة الزمنية اللي كانت أيام القوس تقتصر على كل منطقة لحالها، اليوم لا، أصبح هذا الشيء يختلف، يعني صارت المجالس يتوجهون لها من كل مناطق وقرى البحرين. فهذا يعني هذا التوسع هو مختصر، أو هذا الطرح اللي طرحناه هو مختصر بالنسبة إلى المجالس. وإحنا دائما نقول مجالسنا مدارسنا، ونقول إن المجالس اليوم هي تجسد روح المواطنة وتعزز الولاء لقيادتها الرشيدة بالوقوف معها لتحقيق أمن واستقرار مملكتنا الحبيبة ومساندتها بالنهوض بالتنمية في جميع المجالات. وهنا ليست المجالس فقط، ترى المجالس لها دور، والجمعيات السياسية لها دور، والأندية لها دور، والملتقى الشبابي اليوم لها دور. فأيضا يعني اليوم من المجالس الجديدة اللي بدأت تظهر هي المجالس الشبابية، فهناك أيضا توجه يعني يتماشى مع رؤية البحرين في عام 2030، وهي رؤية شبابية. فنجد اليوم يعني في المؤسسة العامة للشباب والرياضة أخذت هذه المبادرة بإنشاء مجالس شبابية. فهذه بالنسبة إلى المجالس. أما إذا تكلمنا عن اللحمة الوطنية ونسردها باختصار، ودامنا في اثنين قايبين، أعتقد يعني عندنا شوية متسع أكبر من الوقت بأن احنا ناخذ جزء من وقت الجماعة. اللحمة الوطنية يا أخوان ما أعتقد أنها هي جديدة علينا بالمرة. اللحمة الوطنية أيضا مثل المجالس عشناها منذ أزمنة بعيدة، يعني اللحمة الوطنية هي منقول عنها موروث وطبيعة أهل البحرين بشكل خاص. اللحمة الوطنية إذا بنتكلم عنها في حقبة ما قبل النفط، يعني احنا ما بذكر الاخوه اللي موجودين هنا، يعني منهم في عمري ومنهم اكبر، فمنهم ينعاشر وعاصر يعني ازمنه اللي نقول الازمنه الذهبيه بالنسبه الى اللحمه الوطنيه. فاللحمه الوطنيه كانت يعني مثال يضرب فيه المثل، وخصوصا لاهالي البحرين، فالناس كانت تاتي الى دوله المملكه البحرين ايام كانت يعني جزيره وكانت دوله، وتاتي لان الشعب مالها متحاب مترابط متآلف. نحن كنا لا نشعر باي يعني لا نشعر فقط لا كنا نعرف ونميز بأي طائفة من الطوائف بسبب هذه اللحمة الوطنية. ومثل ما طرحوا يعني أستاذنا بالنسبة إلى الاستعمار ووقوف وتوحد الشعب واللحمة الوطنية لما تحقق، المواقف التي يعني نقول أذهلت الجميع بهذه الروح الوطنية الموجودة لدى جميع مكونات شعب البحرين. فلما نيجي حق الحقبة الثانية من الزمن،
جاءت يمكن اللحمة الوطنية يعني بالنسبة لمن عاصرها ونحن عاصرناها يمكن جاءت نتيجة لمتغيرات سياسية بدأت في نهاية السبعينات وبعدها الحرب العراقية الإيرانية، فجاءت هنا يعني عندما نتحدث عن أمور تاريخية وواقعية لها تأثير أساسي في ما بنقول احنا يعني في زعزعة هذه الوحدة، ولكن الوحدة الوطنية بالنسبة لأهل البحرين للأمانة كانت وما زالت يعني موجودة. يعني نتكلم عن هناك شق تم، نعم صار في زعزعة، نعم، ولكنها يعني لأمور خارجة أو خارجية لها تأثيرات أثرت على هذه الوحدة أو وحدة الصف. فبالنسبة إلى يعني الحقبة الزمنية هذه اللي ظلت بعد الحرب العراقية الإيرانية، فأصبح الناس وأصبح الجيل الجديد نقول بالذات يميز بين فئة وفئة. لأننا بنتكلم عن اللحمة الوطنية في المملكة البحرين، مملكة البحرين يعني تتمثل من مكونين أساسيين، ولكن اليوم ما نقول تتمثل من مكونات كثيرة ومتعددة. يعني لا نتكلم عن مذهبين أساسيين، ولكن نتكلم عن بشكل عام عن جميع المذاهب، جميع التوجهات، جميع الأفكار، جميع الآراء. يعني لا أطرح ولا أقصد في فئة على فئة معينة. أعتقد بعد هذه الحقبة من الزمن جاءت يعني هناك أيضا تدخلات ولمسات أيدي أجنبية بأن تزعزع هذه اللحمة الوطنية في جميع دول الخليج العربي لأطمع وقايات في نفوسها. جاء الربيع أو الخريف العربي بالأصح إذا أنا أطلق عليه، ويمكن البعض يطلق عليه الربيع، كل له رأيه مع احترامنا واختلافنا في الرأي لا يفسد نقول للود. جاء الخريف، هذا ما يسمى بالخريف العربي، من أجل يعني ما بنقول استبدال أنظمة، ولكن من أجل شق اللحمة الوطنية في جميع هذه الدول. فنجد ما يعني ما حل من دمار في دول التي لم تستطيع أن تناهض هذا المد، فنجد اليوم ونشوف أن الشق كبير بالنسبة إلى هذه الفئات الموجودة من المجتمع. بالنسبة لنا كدولة المملكة البحرين الحمد لله، ونقول إذا جينا حق المجالس أيضا في تعزيز اللحمة الوطنية، فالمجالس الأهلية اليوم لها دور جديد حقيقة. يعني المجالس الأهلية أصبح لها دور جديد في تعزيز هذه اللحمة الوطنية. اليوم أسعدني وأثلت صدري التقديم من قبل مقدمنا بأنه يعني ابتدى وقال بأن هذه مسؤولية تقع على عاتق الجميع. للأمانة ترى اللحمة الوطنية يعني هناك كانت في مسببات سواء كانت سياسية أو كانت يعني لأمور اقتصادية، لأمور أي كانت استثناءات، حدث في شق. يعني لا ممكن أن احنا نتكلم ونقول بأن هناك لم يكن هناك شق، لا كان هناك شق، وجاء الشق يمكن بالأكثر بعد اللي هو أحداث الخريف العربي في 2011 وغيره. ولكن لقيادة البحرين الأمانة ودون مجاملة الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى في هذه اللحمة، لأنها لم تسمح لأي يعني شخص يحاول أنه يزعزع من هذه اللحمة الوطنية، فكانت لها يعني بالمرصاد لأي محاولة من شق الصف في أي مكون من المكونات. إخواني اليوم إذا بنتكلم عن اللحمة الوطنية والمجالس ودور أيضا الجمعيات السياسية فيها، فيعني لابد أن احنا نقول بأن البحرين بمكونها أعتقد أنه شعب يعني مثقف، شعب طيب، شعب متسامح، شعب كريم، شعب يربطه تاريخ وامتداد وجذور لا يمكن أن احنا يعني نقول، وإن يعني صار في شيء من الاختلاف، صار في شيء من الزعل، اليوم قيادتنا تعمل على
لم هذا الشامل تعمل على توحيد هذا الصف، فتوحيد الصف هو قوة، وأعتقد بأن يعني أمن وأمان البلد يعتبر هو الخط الأحمر في وجه كل من يحاول أن يشق هذا الصف، في وجه كل من يحاول أن يزعزع من هذا الصرح، هذا المبنى أو هذا الكيان اليوم اللي وصلت فيه مملكتنا. يمكن أنا لي طرح جديد في اللحمة الوطنية لمانا، وأقول بأن يعني رغم كل ما حدث من أحداث، ونحن نتكلم اليوم وأعتقد أن هذا الملتقى بالنسبة لي أنا الرابع، فكان هناك ملتقى لجمعية التجمع الوطني جود عن اللحمة الوطنية، كان ملتقى الجزيرة عن اللحمة الوطنية، كان هناك في مجلس الدوي عن اللحمة الوطنية، أو كثير من المجالس تحدثت عن اللحمة الوطنية. واليوم أنا معكم في هذه الجمعية السياسية وفي هذه الوجود الوجوه الطيبة نتحدث عن اللحمة الوطنية. إذن تكرار موضوع اللحمة الوطنية في أوقات يعني قريبة من بعض في دلائل على أن هناك في مشكلة فعلا في اللحمة الوطنية، ولكن ما هو حجم هذه المشكلة، وإلى أي مدى ممكن أن احنا يعني نتواصل في أن احنا يعني نقول نقضي على ما هو محساس موجود. فلما أنا أحط ندوة وأقول فيها عن الملتقى نتكلم فيه عن الوحدة الوطنية، فكأننا هناك نبين بأن هناك في نقول يعني في حس أو في شق في هذا الصف، في زعزعة في هذه الوحدة الوطنية وغيرها. أمانة يعني لجمعية المنبر التقدمي، فأنا يعني أرجو من الأخوة أن يعني يكونوا ذو نقول يعني ذو مو بس أنت قلوبكم مفتوحة وصدوركم مفتوحة وأفكاركم نيرة، فنتمنى أن يأخذ الكلام كله بود ويعني المحبة وموجودة والرأي موجود. فأنا شخصيا للأمانة يمكن توجيهي مغاير جدا لتوجه جمعية المنبر التقدمي، ولكن لما جاءت الدعوة من جمعية المنبر التقدمي تتحدث عن اللحمة الوطنية جاءت مبادر بالمشاركة، وسعيد بهذه المشاركة، لأن احنا نمثل في النهاية، نمثل يعني أصل هذه الأرض الطيبة، نمثل الشعب الطيب اللي يعني زرع في هذه الأرض الطيبة، وهو الحب بين جميع الفئات والحب. أنا أحترم وأحب الجميع وأقدر فكر كل واحد، يعني أحترمني وأحترمك وأحبني وأحبك، ولكن لا تسيء لي وأنا لن أسيء لك، فالرأي موجود. فعموما بالنسبة إلى الجديد في هذا الطرح، يمكن إحنا كمجالس لنا مبادرات كثيرة في هذه الجانب في اللحمة الوطنية، وبدأناها داخل البحرين، وكانت هناك زيارات للأمانة وأذكرها بالاسم. هناك مجالس مدينة حمد تقوم بجهد كبير بأن تقوم بزيارات لعدد كثير من المجالس من أجل اللحمة الوطنية. مجلس الأخ جاسم بطمانية قام بزيارة مؤخرا إلى عدد من المجالس، ومجالس هناك أخرى تقوم بزيارات كثيرة إلى هذه المجالس. والمجالس أنا أتكلم هنا يمكن يعني حطيت من مكون معين، مكون أهل السنة، ولكن للأمانة وصلنا في رمضان بأننا كنا نتزاور ونزور مجالس في سار ومجالس في بني جمرة ومجالس، ونحن نمثل مجالس الرفاع ومجالس المحرق وغيرها. فهذه هي البحرين، هذه هي البحرين. قبل أن أختم اليوم وصلنا إلى مرحلة جديدة، وهي يعني لا نتكلم فقط عن اللحمة الوطنية يا جماعة في البحرين، أخذنا جانب جديد المجالس الأهلية، نتكلم عن اللحمة الخليجية وليست اللحمة الوطنية. وصلنا اليوم بأننا نتكلم عن دور المجالس في التأثير في المطالبة بالاتحاد الخليجي. كان لنا زيارات من خلال الأسبوعين الماضيين إلى مجالس منطقة الجبيل، وزرنا مجالس في سلطنة عمان، وزرنا مجالس في دولة قطر، وأعتقد أن الصحف المحلية نشرت هذه الأخبار. وهذه بادرة طيبة من المجالس الأهلية بأنها تتزاور، اطلعت عن هذا يعني طلعنا عن نطاق المحيط. نحن نقول البحرين عدينا هذه المرحلة إن شاء الله، اللحمة الوطنية فيها إحنا موجودين ونتزاور
وقلوبنا على بعض بالعكس متماسكة وطيبة، ولكن تعديناها إلى مرحلة أخرى، خرجنا على نطاق دول الخليج يعني دور المجالس في تعزيز اللحمة الخليجية وليست اللحمة الوطنية فقط. وهذه أمانة مطالبة مو بس من المجالس، أنا أتمنى أن حتى الجمعيات السياسية تقوم بهذا الدور، فنحن اليوم حتى يعني قوتنا في تكتلنا. هذا جانب. أختتم كلمتي بأن يعني نشكر الله الذي أنعم على البحرين برجال فتحوا قلوبهم ومجالسهم لاستقبال روادهم في جو يسوده روح الألفة والمحبة بين جميع أطياف المجتمع البحريني، مما يعزز اللحمة الوطنية ويدعم تماسكها. فكل الشكر والتقدير لكل بحريني يعزز هذه اللحمة الوطنية. وختاما يعني لا يسعني في هذا المجلس إلا أنني أيضا أن أتوجه بالدعاء إلى جنودنا والمرابطين في الحدود الجنوبية للمملكة السعودية، أسأل الله ينصرهم ويثبتهم، فهم ممثلين لنا في يعني وأخوة لنا وممثلين لنا في هذه الدائرة. شكرا لكم إخواني، واسمحوا لي إذا أطلت عليكم، وإن كان لكم رأي آخر فالرأي يعني لا نقول لا، ليس هناك اختلاف في شخصنا مع بعض، ولكن قد يكون هناك اختلاف الرأي، والاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. شكرا لكم إخواني. شكرا دكتور محمد الحسني، تعرضت في هذه المداخلة الوافية إلى نشأة وتطور المجالس الشعبية في البحرين، وانتهيت إلى أن مجالس العائلات هي الصيغة التي استقرت عليها المجالس الشعبية، وانتقلت أيضا إلى الصيغ الأخرى من أندية وجمعيات، ولو أن في هذه الندوة سنركز على الجمعيات المجالس الشعبية التي تتميز بأنها تعبير تلقائي عن الضمير الشعبي بدون برامج مثل ما هو عند الأندية أو عند الجمعيات السياسية أو إلى غيره، تعبير عفوي صادق الضمير للهاجس الشعبي في كل مرحلة من مراحل الشعب. تحدث عن المتغيرات مع نهاية التسعينات وبداية الثمانينات وفترة الربيع أو الخريف العربي، يعني هي فيها ربيع وفيها خريف في ذات الوقت يعني للأسف شديد. تحدثت عن الدور الجديد للمجالس الشعبية، وفهمته أنا أنه مرتبط برأب الصدع يعني الذي انتاب المجتمع بعد الشرخ الطائفي. أشرت هذا مهم جدا أيضا إلى الزيارات المتبادلة بين ممثلي المجالس وما يسهم فيه ذلك من إضافة لقضية أو تحفيز للعمل على الوحدة الوطنية. أيضا المساهمة في إشارة مهمة جدا حول ارتباط المجالس الشعبية في كل بلد خليجي بالبلدان الخليجية الأخرى، وبالفعل يعني عدد من الموجودين في القاعة بينهم أنا الانتدين في مجالس الشعبية ليس في البحرين فقط، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الكويت وإلى آخره. وهذا أيضا يعني جانب مهم جدا. ننتقل إلى الأستاذ إبراهيم المناعي، تفضل. ما شاء الله. أنا أولا أحب أن أشكر جمعية المنبر على الدندنة حول موضوع الوطنية، وما شاء الله عليكم، أنا أفرح عندما أشوف النخب المثقفة من أهل البحرين أمامي وأشعر بالتفاؤل وأحزن في نفس الوقت أن لا يوجد هناك وعاء وطني يضم هذه النخب. أنا أطمح إلى تيار ديمقراطي يضم معظم النخب الثقافية والسياسية في البحرين، تحمل لواء الوطنية الصادقة
وتحمي الوطن والمواطن من كل سوء. المحاضرة الليلة للأسف الشديد تتكون من ثلاثة أجزاء مهمة دمجتها جمعية المنبر في موضوع واحد، ونعتقد أنه هذا خطأ وقعت فيه الجمعية. هي عنوان المحاضرة المجالس الأهلية والوحدة الوطنية. طيب الآن المجالس الأهلية هذه بروحها موضوع سمين، المجالس الأهلية موضوع سمين يحتاج إلى محاضرات، مو محاضرة واحدة. الوحدة الوطنية، الوطنية في حد ذاتها تحتاج إلى محاضرة. الوطنية بحد ذاتها تحتاج إلى محاضرة، لأن مفهوم الوطنية يختلف من فئة إلى أخرى ومن جماعة إلى أخرى. فإذا إحنا كمجتمع متعدد المشارب والاتجاهات، إذا ما كان عندنا توافق على مفهوم الوحدة الوطنية، كيف سنصل إلى تحديد أو تحقيق الوحدة الوطنية؟ إحنا أول خلنا نتفق على ماهية الوطنية، ما هي الوطنية وما هو تعريف الوطنية. فالوطنية من جهتي أنا أراها بمنظور، ويراها وتراها شريحة أخرى في المجتمع بمنظور آخر. أنا دائما أقول أنه يجب التوافق المجتمعي على المسميات. الوطنية مشروع قومي يجب أن يلتزم به الجميع، ولكن يجب أن يتوافقوا على الخطوط العريضة فيه. لا يمكن أن نتحدث عن الوحدة الوطنية وأنا لا أفهم ما هي الوطنية. إحنا اللي حرق تيارات برع في الشارع يعتقد أنه هو وطني وأن عمله وطني، والذي يوالي النظام يعتقد أنه وطني، والذي يعيش في حياة سلبية يروح البيت ويروح الشغل ويرجع، ويروح البيت ويروح الشغل ويرجع ويعيش في سلبية، يحس يعتقد أنه وطني لأنه عنصر مسالم في المجتمع. فما هو مفهوم الوطنية علشان إحنا نحقق الوحدة الوطنية؟ أنا أعتقد أن عناصر المجتمع يجب أن تتوافق على مفهوم الوطنية أولاً لكي نصل إلى شيء اسمه الوحدة الوطنية. ما يمكن أنا أوصل إلى الوحدة الوطنية وأنا أو كل طرف في المجتمع عنده تفسير للوطنية. أنا أعتقد من وجهة نظري أنه تعريف الوطنية هي مشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن، وتحمل المسؤولية الوطنية. يعني هذه مشاعر الحب والانتماء للوطن سوف تقودك إلى مشاعر تحملك للمسؤولية الوطنية لحماية الوطن ولحماية المجتمع. الوطن بمفهومه السياسي أو الدولة بمفهومها السياسي هي الإقليم والشعب والنظام السياسي. الإقليم والشعب والنظام السياسي يجب أن يكون انتمائي وولائي إلى هذه المنظومة بشكل متكامل، لا يمكن أن تتجزأ. فالوطنية إذن مسؤولية نحو الدولة والمجتمع في تحمل الحقوق والواجبات.
الدولة بنظامها السياسي التي هي الشرعية. لذلك يتوجب على المجتمع أن يعترف بالشرعية ويحترم الشرعية ويلتف حول الشرعية. هذا واحد. الشيء الثاني، الميثاق والدستور، القوانين المعمول بها في الدولة، هذه كلها عناصر تدخل في مفهوم الدولة السياسي والقانوني ويجب التمسك بها في المجتمع. بالنسبة إلى المجتمع، أنا كمواطن مسؤوليتي الوطنية أمام المجتمع أن أكون عنصراً نافعاً منتجاً للمجتمع وأتبنى قضاياه الوطنية. المجتمع اللي أتكلم عنه في البحرين يبدأ من اليسرى إلى البديع إلى الدراز إلى السنابس إلى المنامة إلى المحرق إلى عراد والحد وقلالي وسماهيج والدير والبسيتين، ويمتد هذا الشعور بالوطنية والإحساس بالوطنية والوطن ككل والمجتمع ككل، لأنهم هم أهلي وعزوتي وناسي وجماعتي الذين يجب أن أحسن لأحزانهم وأفرح لأفراحهم. يمتد بي الشعور إلى سترة وإلى الرفاع ولا عسكر وياو والدور، ويذهب بعيدا إلى الزلاق ويروح للمالشية ويروح إلى دمستان وشهركان وكرزكان ويرجع إلى اليسرى مرة ثانية. هؤلاء هم المجتمع الذي يجب أن أتبنى قضاياه وأفرح لأفراحهم وأحزن لأحزانهم. الوطنية كل لا يتجزأ، لا يمكن أنا أن أفرح لشريحة أو لمجموعة معينة وأحزن لهذه أفرح وأحزن لمجموعة معينة، ولا أتفاعل أو أتأثر بالبقية. فاللحمة الوطنية، أنا أشكر الدكتور محمد اللي تكلم عنها، إحنا كلنا نسعى إليها، ولكن لا يمكن أن تتم الوحدة الوطنية أو اللحمة الوطنية ما لم نتوافق على الخطوط العريضة لمفهوم الوطنية. من سمات الديمقراطية أن تتباين الآراء والأفكار، لا مانع، لا مانع أن يكون عندي تفسيرات في بعض القضايا الوطنية في المجتمع، ولكن في الخطوط العريضة يجب أن يتوافق المجتمع. وأنا دائما أقول أن الشرخ المجتمعي الموجود في البحرين أساسه هو عدم التوافق بين مكونات المجتمع في الخطوط العريضة. الخطوط العريضة التي أعنيها هي الشرعية، الميثاق، الدستور، القوانين السارية، السلطات الثلاث، والحقوق الدستورية للمواطنين. هذه هي الخطوط العريضة. التفاصيل بإمكانهم الاختلاف عليها. طبعا أهم من أهم العناصر التي تحقق الألفة والتلاحم بين طوائف المجتمع أو بين أفراد المجتمع هي نبذ العنف، هي التوافق على نبذ العنف ونبذ الطائفية. وموضوع الوطنية وموضوع التوافق المجتمعي موضوع، أو العقد الاجتماعي كما يسمى، موضوع طويل وشائك، وسوف أطرحه إن شاء الله في محاضرة لاحقة باسم أو بعنوان التوافق المجتمعي أساس الوحدة الوطنية. طيب، بالنسبة عن المجالس الأهلية، احنا تكلمنا الآن عن الوطنية، ما هو مفهوم الوطنية، وتكلمنا عن أسباب
أو الوسائل التي يمكن تحقيق الوحدة الوطنية من خلالها. الآن نأتي إلى دور المجالس الأهلية. هذه مواضيع يا أخواني جدا حساسة ومهمة في المجتمع، بس للأسف الشديد أن الجمعيات السياسية تتناولها بطريقة السلق، تتناولها بطريقة السلق، وهذا لا يجوز. أنا أرجو من الجمعيات السياسية، يعني أنا أشوف أن المجالس الأهلية أكثر نشاط من الجمعيات السياسية للأسف الشديد، ولو أن نشاط المجالس الأهلية غير مثمر. نأتي للمجالس الأهلية. أنا أولا أحب أن أشكر كل مواطن فتح مجلسه للمواطنين، هذه جهد وطني جيد ويشكر عليه إذا كان صادقا في مسعاه. بالنسبة للمجالس الأهلية، أنا لدي شعور وشعور قوي، وهذا شعور وليست حقيقة، كل واحد يسجل عنده أن هذا شعور وليست معلومة أو حقيقة. أتمنى أنها ليست كذلك، ولكن الشعور يقول أنها كذلك. أنا أشعر أن بعض المجالس الأهلية في البحرين مختطفة من قبل جمعيات سياسية أو مكونات أخرى في المجتمع. من أجل التوجيه، الجمعيات السياسية تسعى إلى الانتخابات، المكتسبات في البرلمان وفي المجالس البلدية، ولذلك يجب أن تسعى إلى الجماهير. أين تتواجد الجماهير؟ تتواجد في المجالس، الجمعيات، مؤسسات المجتمع المدني، النوادي، الجامعات. فشعوري أيضا مرة ثانية أنه بعض الجمعيات السياسية توجهت إلى المجالس الأهلية بالرعاية المادية واللوجستية. أنا ما أتصور أنه واحد متقاعد معاشه 500 دينار ولا 600 دينار يفتح له مجلس يكلفه أسبوعيا من 300 إلى 500 دينار. ولذلك أنا أعتقد أنه في هناك جمعيات سياسية سيطرت على بعض المجالس ووجهتها من أجل توجيه المجتمع إلى قضايا معينة محددة. من ضمن هذه القضايا اللي هي البرلمان والمجالس البلدية. لا يمنع أن المجالس الأهلية تناقش بعض المواضيع الحيوية في المجتمع، يعني هم ناقشوا برنامج الحكومة، وناقشوا الميزانية، وناقشوا تقارير ديوان الرقابة، وناقشوا الدين العام، وناقشوا مواضيع كثيرة وحساسة في المجتمع، ولكن كل هذا يدور في المجالس جعجعة بدون طحين، جعجعة بدون طحين. لماذا جعجعة بدون طحين؟ لأن الرحى كما أنتم تعرفونها حجرين، حجر أعلى وحجر أسفل، يضعون الحب في النص، والحجر الأعلى هو المتحرك، الحجر الأسفل هو الثابت، ويلفون الحجر، يدورون الحجر، يدور الحجر، ولكن ما يطلع لنا حب. ليش؟ لأن في قب فراغ ما بين الحجر الأعلى والحجر الأسفل. مهما أنت لفيت ودورت الحجر الأعلى،
ما بيطلع لك حب، ما بتطلع نتائج. مهما ناقشت في المجالس الأهلية من مواضيع ساخنة وملحة في المجتمع ما بيطلع لك حب، لأن هناك فراغ موجود. من وين هذا الفراغ؟ بسببين اثنين. السبب الأول، هو أن المجالس المجالس الأهلية هذه مختطفة، فتتعرض إلى القضايا الوطنية تعرض تحصيل حاصل تنفيس. المجالس الأهلية مجرد مجالس تنفيس. تعالوا يا جماعة، احنا بنناقش الدين العام، هو ما شاء الله الدين العام وصل 10 مليار، ايه تعالوا بنناقش، احنا الناس نناقش القضايا الوطنية وهذه موضوع حساس، او نناقش تقارير ديوان الرقابة، ويون ويتناقشون ويتكلمون، ولكن تحصيل حاصل ومجرد تنفيس. خلي المجتمع عن نفسه ويقول ويتكلم، لا ينضغط المجتمع، احنا بلد في ديمقراطية وحريات، خلهم يتكلمون يقولون اللي في خاطرهم. طيب وبعدين؟ لا شيء، لا شيء. السبب الثاني اللي ما اللي بسببه ايضا ما نحصل طحين من هذا من هذه الجعجعة، هو عدم تفاعل السلطات في البحرين، عدم تفاعل السلطة السياسية في البحرين مع مخرجات هذه المجالس. لذلك أنا ناديت في أحد المرات في أحد المجالس في المحرق، وقلت قدمت مشروع تأسيس اتحاد للمجالس الأهلية. احنا دولة مؤسسات وقانون، الحكومة والسلطة السياسية لن تستمع إليك كفرد أو كمجلس فلان الفلاني لما أنت تروح لهم في مقترح ولا في أفكار. يعني أنا عملت ندوة أو عملت محاضرة والجماعة قالوا آراء، وهذه الآراء هي التي خرجنا بها. تفضلوا يا حكومة، ما بتستمع لك الحكومة، تريد أن تستمع إلى هيئات لها اعتبارية في المجتمع. وقلت يا جماعة تعالوا نأسس اتحاد عام للمجالس الأهلية علشان نخاطب فيها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، نطلع كل الأفكار، نطرح موضوع واحد على كل المجالس الأهلية التي تعنى بالشأن العام وتتدارس هذا المشروع وتضع فيه رؤيتها ومقترحاتها وأفكارها وتوصياتها، وترسل نسخة إلى السلطة التشريعية ونسخة إلى السلطة التنفيذية، وتتحاور مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية علشان يخرجون بقرارات ترضي نبض الشارع. ولكن للأسف الشديد احنا في البحرين عندنا مجتمع غير فاعل، للأسف الشديد مجتمع مغلوب على أمره وغير فاعل. ما زال المشروع مطروح لتأسيس اتحاد يضم المجالس الأهلية. يجب أن تعمل المجالس الأهلية بشكل مؤسسي. هذه الجعجعة غير منتجة، ولا بتودينا إلى مكان، نحن نلف على نفسنا. أنا عندي واحد من الأصدقاء أهداني طير بلبول في البيت، أنا أحب صوت البلابل، وأهداني بلبول حطيته في القفص، قال لي حط له منظرة خليه يشوف أن في أحد وياه. فحطيت له منظرة وفعلا فرحان الطير في القفص فرحان ويلعب وكذا مش عارف ايش، وكل شويه راح حق المنظرة ولعب وياها كذي ورجع مرة ثانية. احنا كأننا عندنا منظرة قاعدين نشوفها ونكلم نفسنا فيها. احنا في المجالس الأهلية نكلم انفسنا لا نكلم احد، ومفروض انه في المجالس الأهلية انها تخاطب السلطة السياسية في الدولة وتخاطب السلطة التشريعية وتطلع بنتائج. هذه الجعجعة الغير مفيدة والغير منتجة يجب أن تنتهي.
المجالس الأهلية مرة ثانية. يروحون بالنسبة إلى اختطاف في عنصر بس نسيت حبيت أقول لكم، بالنسبة إلى اختطاف المجالس الأهلية من قبل الجمعيات السياسية، ترى الجمعيات السياسية الإسلامية، الجمعيات السياسية الإسلامية بالتحديد، لأن إحنا في مجتمع متدين، واللي يروحون المجالس أو رواد المجالس معظمهم ما يدخلون زقارة ولا يشيشون ولا يروحون سينما ولا يروحون مسرح ولا يروحون احتفالات، يروحون المجالس كبار سن شيبان مش عارف ايش او نص كذا، معظمهم متدينين، فمن السهل على الجمعيات الاسلاميه ان هي تخترق هذه المجالس وتصل اليها وترسم قناعاتها وتوجهاتها عليهم. قال الله وقال الرسول ومش الامر. فالمواطن البحريني، انا ارجو من المواطن البحريني أن ينتبه جيدا إلى المجالس الأهلية، وإذا بغيت تعرف أنت المجلس الفلاني يتبع من، شوف رواده من وشوف المحاضرين من، وحتى النواب، بعض النواب عندهم مجالس معينة فقط يروحون لها ويحضرون فيها ويتفاعلون معها. إذا بغيت تعرف تيار هذا المجلس الأهلي إلى من ينتمي، شوف رواده من ومحاضرينه من، وشوف المواضيع اللي يطرحها في المجالس الأهلية. في المجالس الأهلية يحددون لك محاضرة ويروحون الجماعة. أنتوا ركزوا معي في ذي النقطة، يعني سبحان الله، يا سبحان الله، شعب مثقف وواعي، يحددون لك محاضرة ويروحون الجماعة ويقعدون ويتحاضرون ويتناقشون ويتداخلون، وسبحان الله جميل، جميلة الحركة ذي، جميلة وحلوة وجيدة، بس شو يصير في الأخير؟ يأكلون معجنات، يأكلون معجنات ويشربون شاي ويروحون البيت ينامون، ويقعد نهار ثاني ويحق محاضرة مهمة تتعلق مثلا بتقارير ديوان الرقابة، وما شاء الله عليهم يعني جيدين واعيين، ويقعد ويتكلم ويقول ويتحاور ويتناقش ويتداخل، آخر شيء يأكل معجنات ويشرب شاي ويروح البيت ينام، ويقعد نهار ثالث ويروح مجلس آخر ويناقشون فيه. لو سمحت، مواضيع أخرى أيضا حساسة، ويخلص ويرجع البيت وينام وياكل معجنات والشاي ويرجع البيت ينام. طيب لمتى احنا بنضل ندور في حلقه مفرقه؟ احنا لمتى انتفخوا الجماعه من المعجنات؟ والله الجماعه انتفخوا من المعجنات وهم ياكلونها. وبعدين يعني انا يعني مستغرب من هذا المجتمع، انت ما تشوف نفسك انك قاعد تدور في حلقه مفرقه؟ طيب شنو النتيجه انت اللي طلعت فيها؟ ليش ما تاخذ انت مخرجات الندوه اللي عملتها وتذهب بها الى السلطه السياسيه وتقول لهم بالنسبه الى قضايا الدين العام، او بالنسبه الى قضيه رفع الدعم عن اللحوم او رفع الدعم عن السلع، انا والله نبض الشارع يقول انه كذا وكذا وكذا. يلا تفاعلوا معنا، تفاعلوا معنا، تفاعلي معنا يا حكومه، وتفاعل معنا يا سلطه، تفاعلي معنا يا سلطه تشريعيه. وهناك قضايا ملحة ومهمة في المجتمع لا يمكن مناقشتها في المجالس للأسف الشديد، من أهمها يمكن الأزمة السياسية عندنا في البحرين، والتغيير الديموغرافي أيضا في البحرين، هذه لا يتم تناولها في المجالس. أزمة سياسية في البحرين لا يتم تناولها وتداولها في المجالس، مع أنها من أخطر الأزمات، سببت لنا أزمات اقتصادية ومجتمعية وشق في الصف الوطني وهم في الليل وذل بالنهار. تحسين المعيشة، ملف تحسين المعيشة، ملف الإسكان، ملف الصحة، ملف العاطلين، هذه كلها ملفات ساخنة لا يتم تناولها
في المجالس، ولو تم تناولها ما هي النتيجة؟ النتيجة ان احنا بناكل معجنات بنشرب شاي بنرجع البيت مرة ثانية. لا 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 يوجد طحين من خلف هذه الجعجعة. عموما انا ارجو اني انا ما اطلت عليكم، ونشكر المجالس الاهلية ونتمنى ان شاء الله انهم يعني يتحملون المسؤولية الوطنية حقيقة بشكل جوهري وليس بشكل ظاهري. نحن نريد ممارسة ديمقراطية حقيقية في البحرين، لا نريد ممارسة ديمقراطية صورية في البحرين. تتداولون مواضيع وملفات مهمة في البحرين وفي الأخير أنا مطلع بنتيجة. إيش سويت أنا؟ يعني أنا مجرد نفست عن الضغوطات اللي عندي. فهل هذه هي الديمقراطية التي نأمل أن تتحقق من خلال المجالس الأهلية؟ أنا أشكركم في الختام، وأشكر أصحاب المجالس الأهلية، وأتمنى أنهم يسعون إلى تأسيس اتحاد عام للمجالس الأهلية إذا كانوا جادين في العمل الوطني، إذا كانوا جادين في العمل الوطني. شكرا لكم، حفظ الله البحرين وحفظ الله أهلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.